الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلبة والطالبات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناة مصر التعليمية إيديو تشانل، وحلقة خاصة جدا جدا بخصوص تسجيل الطالب على منصة إدمودو التعليمية. هنتناول في الحلقة ديت طريقة تسجيل الطالب على منصة إدمودو، وكيفية الحصول على الاختبارات والواجبات اللي بينزلها المدرس على صفحة الفصل الدراسي اللي احنا المفروض بنلتحق به بعد التسجيل مباشرة. احنا كنا قدمنا حلقة قبل كده عن تسجيل الطالب، ولكن في ناس كتير يعني على حسب طلبهم ان هم يعني عايزين حلقة ادق واشمل من الحلقة اللي فاتت، ودي الحلقة دي احنا بنقدمها النهاردة بناء على رغبات اولياء الامور لزيادة التعريف بكيفية تسجيل الطالب والتحاق بالصفوف الدراسية. معانا واحدة واحدة ان شاء الله، واخر الفيديو باذن الله هنقدر نستفيد من الحلقة وهنقدر نسجل بنفسنا من غير ما حد ما يسجل لنا، سواء مكتبات او غيره. هنسجل بنفسنا للطالب وهنلحقه بالصفوف الدراسية، وهنعرف ازاي لما المدرس بيقدم واجب او اختبار ازاي بنحصل عليه وازاي بنحله، ازاي الموقع بيقيم لنا الاختبار دوت وبيدينا الدرجة. واحدة واحدة ان شاء الله وهنقدر نوصل لنهاية التسجيل والالتحاق بالصفوف الدراسية بالرمز وكود الصف اللي بنحصل عليه من المدرس. اول حاجة هنفتح متصفح جوجل كروم او اي متصفح تاني موجود عندنا، بنجيب اللينك بتاع موقع إدمودو من على جوجل سيرش، ولو احنا حافظينه بنسجله على طول وبندوس انتر بندخل على الموقع مباشرة. بس احنا هنمشي معاكم خطوة خطوة. بنيجي في جوجل سيرش وبنكتب كلمة إدمودو EDMODO وبدوس انتر. بتظهر لي نتائج البحث بالشكل دوت. بنلاقي موقع ادمود واللينك بتاعه في اول الصفحة بتاعت البحث فوق خالص. بندوس على اللينك، موقع بس تقيل شوية عشان خاطر الضغط اللي عليه. بعد التحميل المفروض ان هو هينقلنا على الصفحة الرئيسية للمنصة إدمودو. ظهرت عندنا الصفحة الرئيسية. طبعا هنا بيقول لنا هنسجل كمعلم او كطالب او كولي امر. في حلقتنا بنتعرف على كيفية التسجيل كطالب، بنضغط على طالب بيدينا الخيارات دي. طبعا في حلقتنا اللي فاتت عرفنا ازاي
نسجل عن طريق جوجل، وازاي نسجل عن طريق اوفيس 365، وممكن محتاجش لجوجل او اوفيس 365 واسجل عادي خالص. هسجل هنا الاسم الاول للطالب بتاعي، ممكن اسجله بالعربي او بالانجليش على حسب رغبتي وعلى حسب ما انا عايز. بنزل على الخانة التانية مكتوب لي فيها رمز الصف. رمز الصف دوت اللي المفروض انا بستلمه من مدرس المادة بتاعتي، وليكن مثلا مادة اللغة العربية المدرس اداني رمز بسجله كده. دايما الرموز بتاعت الصفوف بتبقى فيها ارقام وحروف مختلفة عشوائية. اللي انا بسجله دوت رمز صف حقيقي معمول للصف الثالث الابتدائي، وهو صف فصل لغة عربية، مدرس لغة عربية. كده انا كتبت كود الصف او رمز الصف. بعد كده طالب مني اسم المستخدم. المفروض انا هكتب هنا اسم المستخدم، بكتب اول 3 حروف من اسمه، يفضل بالانجليزي لان اسم المستخدم مختلف شوية عن الاسم. وهكتب معاه كود الطالب اللي انا خرجته قبل كده بالرقم القومي مكون من 9 ارقام. طبعا لو حد سأل دلوقتي وقال احنا ليه بنكتب الكود، الكود ده مهم جدا. انا عشان اميز الطالب بتاعي او ابني في اسم المستخدم بتاعه بكود الطالب الخاص بيه هو، عشان لما يجي يقدم البحث يبقى معروف ان ده الطالب اللي الكود بتاعه بيدي او بينقل على الرقم القومي دوت. يعني هو الكود دوت هو اللي بيعرف الطالب فعلا، لان الاسماء طبعا بتختلف اختلاف كلي، بتبقى متشابهة كتير جدا ما بين الطلبة وبعضها، فالاسم لوحده مش كفاية، المفروض ان انا اسجل بالكود. وان شاء الله لما نقدم البحث هنقدمه بالكود اللي هو مكون من 9 ارقام دوت اللي احنا حصلنا عليه عن طريق الرقم القومي. يبقى احنا هنا اسم المستخدم بنكتب اول 3 حروف من الاسم وجنبه 9 ارقام بتاع كود الطالب. بالنسبة للايميل ده اختياري فمفيش داعي ان احنا نعمله. هنكتب بقى كلمة مرور برضو. يعني لو كتبنا كلمة مرور مكونة من 3 حروف، اول 3 حروف من اسم الطالب ومعايا مثلا 4 ارقام، لو يفضل يكون تاريخ الميلاد عشان ما ننساهوش، وبنضغط على التسجيل مجان. بيظهر لنا بعد كده بيقول لنا أمان حسابك، عايزنا ندخل هنا رقم ولي الامر اللي هو رقم التليفون او بريده الالكتروني على اساس ان انا ابعت له دعوة للتسجيل من خلالي انا. دي هنتخطى الخطوة ديت، لان احنا بعد كده هنعرف ازاي نضيف ولي الامر عن طريق رمز ولي الامر او كود ولي الامر بيبقى موجود على صفحة الطالب اللي احنا بنسجلها دلوقتي، وهنوريكو ازاي بنعمل دعوة لولي الامر عشان يسجل عن طريق كده. احنا خلاص انتهينا من التسجيل. بيعرض لي الصفحة الرئيسية بتاعتي، دي صفحة الطالب احمد محمود اللي احنا سجلناها دلوقتي. لو لاحظنا هنا في الفصل الدراسي مكتوب الصف الثالث الابتدائي، ده الفصل اللي احنا سجلنا عليه.
وتحتها مجموعاتي اللي هي مجموعة الأعضاء أو التلاميذ اللي ملتحقين بنفس الفصل، بيبقوا موجودين هنا في الإيه، في الخانة دي. تحتها موجود دعوة ولي الأمر. دعوة ولي الأمر هنلاحظ إن هو مدينا هنا كود أو رمز برضو لولي الأمر، بيقولنا اعطي هذا الأمر الرمز لأولياء أمرك ليتمكنوا من إنشاء حساب إدمودو، ومدينا الكود. عن طريق الكود دوت بنسجل لولي الأمر حساب مرتبط بحساب الطالب. طيب بالنسبة للصفحة الرئيسية دي، صفحة فيها المشاركات بتاعة الفصل، سواء كانت مشاركات بيشاركها المعلم أو الطلبة بتوعه. زي ما احنا شايفين قدامنا هنا، المعلم عامل منشور لنشيد موجود في المادة بتاعة اللغة العربية للصف الثالث الابتدائي، اللي هو اسمه نشيد نيل بلادي. ده كده منشور نشره المعلم. ولو نزلنا تاني هنلاقي برضو فيه تاني منشورات. هنا المعلم بيقول أبنائي وبناتي طلبة الصف الثالث الابتدائي، رجاء أعمل الواجب المدرسي قبل 9 من إبريل. ده عبارة عن واجب المعلم سايبه، وهكذا طول ما احنا بننزل، طول ما احنا بنشوف اشتراكات للمعلمين وللأعضاء اللي هم الطلبة الزملاء المشتركين في نفس الفصل. طيب الخطوة اللي بعد كده هنتعرف ازاي نضيف فصل تاني. طب انا دلوقتي التحقت بالصف بفصل اللغة العربية للصف الثالث، طب انا عايز التحق بالفصل وليكن مثلا مادة الماس، يبقى هدوس هنا التحق، لا سوري مش التحق بمجموعة، هاجي هنا عند الفصول الدراسية فوق، لو لاحظنا في الصفحة الرئيسية وجنبها الفصول الدراسية، هضغط على فصول دراسية، الفصول بتاعتي ظهر لي مين؟ ظهر لي الصف الثالث الابتدائي لغة عربية Arabic language، ما ظهرش فصول تانية لأن أنا مش مشترك غير في الفصل دوت بس. باجي هنا عند علامة بلس اللي على الشمال وبضغط عليها، بيظهر لي أيقونة التحق بفصل دراسي، بضغط عليها وبدخل الرمز. رمز ايه بقى دوت؟ برضو نفس الكلام، يعني لو مدرس مادة الماس اداني الرمز بتاعه بسجله من هنا، وعلى طول اوتوماتيك الموقع بيسجلني على الفصل بتاع الماس. بكتب الكود او الرمز بتاع الصف في المكان دوت، وبضغط انضم، بلاحظ ان هو هنا اضافني للفصل grade 3 اللي هو في مادة الماس اللي انا التحقت بيه. لو رجعت للصفحة الرئيسية بتاعتي تاني، هلاقي هنا في الفصل الدراسي هلاقي الفصلين اللي انا التحقت بيهم grade 3 اللي هو فصل مادة الماس، الصف الثالث الابتدائي اللي هو فصل اللغة العربية. طيب انا ازاي لو المدرس اداني اي تعليمات او اي اختبارات او واجبات هعرفها ازاي؟ هو دايما هنا بيديني الاشعارات على الجنب الشمال، هنا هلاحظ ان هنا مدرس من المدرسين عامل اختبار تجريبي لغة عربية عن شهر ابريل، وفي حفظ نشيد نيل بلادي برضو في اللغة العربية، يبقى هنا المدرس بتاع اللغة العربية هو اللي مديني الانشطة ديت عشان اعملها واقدمها له. طيب لو ضغطنا هنا على حفظ نشيد بلادي عشان اعرف المدرس طالب مني ايه بالظبط،
هلاقي التعليمات اللي هو بيقول لي عليها، بيقول لي احفظ النشيد واكتبه في كراسة الواجبات الخاصة بك. يبقى ده واجب المدرس المفروض طلبه مني ان انا اعمله. افتح المهمة عشان اعرف تفاصيل الواجب ده ايه بالظبط. بيقول لي هنا تاريخ الاستحقاق 9 ابريل، يعني الوقت المحدد ان انا هحفظ فيه النشيد. المدرس مديني فرصة لحد يوم 9 ابريل ان انا احفظ النشيد وارد عليه من هنا واقول له ان انا خلاص حفظته وكتبته زي ما حضرتك ما قلت. طيب هعرف المدرس ازاي ان انا خلاص عملت الواجب؟ هاجي هنا في المربع دوت، هضغط تعليق إضافة تعليق وأقول له أي حاجة، وليكن مثلا تم، وأضيف التعليق، وهاجي هنا عند إنشاء أي ملف من دول عشان اعرف للمعلم ان انا حفظت النشيد، وبضغط على تسليم الواجب. ارجع تاني للصفحة الرئيسية بتاعتي، عشان اشوف باقي الانشطة اللي المدرس مقدمها لي. هندوس على اختبار التجريبي نشوف هو الاختبار عبارة عن ايه. هنا بيقول لي تعليمات، بيقول لي استعين بالكتاب المدرسي ومساعدة ولي امرك في حل اسئلة الاختبار مع مراعاة الوقت المحدد للاختبار 1 ساعة، وسيغلق الامتحان بعد انتهاء الوقت المحدد تلقائيا. طيب هندوس على الخضوع للاختبار القصير عشان نشوف الاختبار بيبقى شكله عامل ايه، وبنجاوب عليه ازاي، وازاي بنقدمه عشان المدرس يقدر يقيم لنا الاختبار ويدينا الدرجة بتاعته. اختبار تجريب لغة عربية عن شهر ابريل الصف الثالث الابتدائي، برضو هنا بيقول لنا الاختبار مستحق في 9 ابريل، يعني اخر يوم ليا يوم 9 ابريل، بعد كده مش هيبقى فيه الاختبار، وممكن ابقى المدرس يعتبرني ان انا رسبت في الاختبار لان انا ما قدمتوش او ما حلتوش. وتحتها بيقول على عدد الاسئلة 6 اسئلة من 30 نقطة، يعني 6 أسئلة الدرجة من 30، 60 دقيقة، يعني الوقت المحدد للاختبار 60 دقيقة. لو دوست هنا على تقدم للاختبار هيفتح لي الأسئلة بتاعة الاختبار اللي المدرس عامله لي. طيب هنا بيقول لي السؤال الأول 5 نقاط، وبيقول لي السؤال يعطي نهر النيل لمصر الحب والحياة صح ام خطأ في النشيد او في الدرس بتاعنا اللي بيخص النيل. هيعطي نهر النيل لمصر الحب والحياة صح ام خطأ؟ هي طبعا الاجابة صحيحة، وهنضغط التالي. بس في ملحوظة انا عايز اقول لكم عليها، لو بصينا هنا فوق هلاقي ان الوقت كان 60 دقيقة بقى 59 دقيقة،
يعني الوقت هنا عندي بيقل، بيعد عد تنازلي لحد ما يوصل لزيرو، يبقى كده انا خلاص الوقت خلص عليا. لو ما قدرتش احل الاختبار خلال الوقت المحدد دوت، يبقى انا كده خلاص هيقفل عليا الاختبار، هيتقفل تلقائي من نفسه. طيب ولو نفترض مثلا ان السؤال الاول انا خلاص يعني حليته بس شاكك فيه وعايز ارجع له تاني، في هنا ايقونة السابق والتالي. يعني انا ممكن ارجع للسؤال اللي انا لسه حلله دلوقتي، هضغط على السابق هرجع له تاني، ممكن اغير اجابتي. التالي اللي هو السؤال اللي بعده. طب فوق هنا كاتب وان واحد من ست، من ست اسئلة تمت الاجابة عليه، يعني هو هنا بقى ماشي معايا واحدة واحدة. السؤال التاني برضو اختيارات، بيقول لي معنى كلمة ابهاء، امثله اقبحه اجمله. طبعا الاجابة الصحيحة هي اجمله، وهضغط على التالي. المفروض ان هما ست اسئلة. السؤال الثالث بيقول لي جمع كلمة الزرع، الزراعة، المزارع، الزروع. طبعا هي الإجابة الصحيحة الزروع، وهضغط على التالي. السؤال اللي بعده بيقول لي النيل ينشر الخير في أوروبا، صح أم خطأ؟ طبعا خطأ، لأن النيل ده بيمر في مصر وبينشر الخير فين؟ في الدلتا كلها. يبقى السؤال ده اجابته خطأ، وهنضغط على التالي. بعد كده هنا بيقول لي سؤال جديد، املأ الفراغات، يشرب الناس في مصر من؟ طبعا الاجابة من نهر النيل. هكتب في المربع اللي جنب السؤال دوت كلمة نهر النيل، وهضغط على التالي. ده كده السؤال الاخير، او السؤال ده السؤال الاخير السادس، مضاد كلمة اسخاء، اجمله ابخله اثقله. هي طبعا الاجابة الصحيحة ابخله. كده خلاص الاختبار انتهى معايا. عايز اقدم الاختبار على كده، هضغط تقديم اختبار قصير. عايز ارجع للاسئلة اللي فاتت، بضغط على السابق عشان ارجع. لو هراجع او هغير اجابتي، هنعتبر ان احنا كده خلاص خلصنا الاختبار. هضغط تقديم اختبار قصير. هنا بيقول لي تقديم اختبار قصير، هل انت متأكد من انك تريد تسليم اختبارك القصير؟ تمت الاجابة على جميع الاسئلة. هنقول له اوكي ارسال. هنا بقى بيديني الدرجة على طول، بيقول لي الاختبار انا جبت منه 30 من 30، يعني انا كده جاوبت على كل الاسئلة اجابة صحيحة. طبعا انا قدمت الاختبار للمدرس، المدرس اكيد هيطلع على الاجابات بتاعتي وهيعرف الدرجة بتاعتي وهيسجلها عنده، عشان برضو ايه يبقى متابع الانشطة اول باول. وبكده نبقى تعرفنا في الحلقة بتاعتنا على مميزات اكتر وانشطة اكتر واحداث بتحصل في المنصة، اكتر من ان احنا ازاي نسجل حساب الطالب على المنصة. لا، ده احنا سجلنا حساب الطالب وعرفنا ازاي نضيف الصفوف ونلتحق بالصفوف، وازاي نشوف الواجبات والاختبارات اللي المدرس مقدمها لنا، وازاي بنجاوب عليها، وازاي بنشوف التعليمات والتنبيهات والمنشورات اللي المدرس بينشرها على الصفحة الرئيسية الخاصة بالصف بتاعي. اتمنى اكون افدتكم وتكون الحلقة مفيدة بالنسبة لكم واستفدتوا منها، وان شاء الله في حلقات اللي جاية هنحاول نقدم اكتر واكتر وافضل من كده بكتير، لحد ان شاء الله ما الوزير يقدم لنا ايه هي موضوعات البحث. وبإذن الله هنتكلم على الأبحاث المدرسية بالتفاصيل وبأدق التفاصيل ان شاء الله، وهنحاول ان احنا نعمل الأبحاث دي معاكم ونقدمها عن طريق المنصة، وهنعرف ازاي بنرفعها وازاي بنكتبها على
الوورد او البي دي اف ونرفعها على المنصة ونرسلها للمدرس، وهو في الاخر المدرس هو اللي بيقدمها للوزارة. ان شاء الله اتمنى لكم التوفيق، واستنوني في الحلقة القادمة ان شاء الله هنقدم اكتر واكتر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.